بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير يا أحلى متابعين ليا. حد يعرف ايه دي؟ دي يعني رجول الفراخ. كتير قوي مننا ما يعرفش رجول الفراخ دي، وما يعرفش انها بتتاكل اصلا وبنرميها. فانا واحدة من الناس ما كنتش باكلها ولا عمري كنت ببص لها خالص. زوجي هو اللي كان بياكلها وبيقول عليها كويسه. انا قريت عنها ولقيت فيها فوائد كتيره قوي قوي قوي، احنا كنا غفلانين عنها وما نعرفش. سبحان الله، ربنا ما بيخلق لناش حاجه الا لما تكون ليها فايده. ومره وانا واقفه سمعت، لقيت واحد كده محترم جاي يسال على رجول الفراخ، فبقول له ليه كده؟ علشان ايه بتاخدها يعني؟ قال لي الدكتور قال لي عليها باكلها لابني علشان تعبان وبتخففه. يعني ايه؟ بتديله عناصر غذائيه هو محتاجها، مش موجوده في حاجات تانية كتير. فلما قريت عنها وسمعت هي فيها ايه، لقيت فيها ماده الكولاجين اللي جسمنا محتاجها، لقيت فيها الحديد، لقيت فيها نسبه بروتين عاليه جدا، لقيت فيها فوائد كتيره قوي قوي، حاجات احنا غفلانين عنها وما نعرفش عنها حاجه. فلما قلت بقى ليه ما نستفادش بقى كلنا منها واعملها لكم بطريقه إيه تاكلوها وتلاقوها طعمه جدا ان شاء الله. إيه فانا كده جبتها، هي كنت جايبه شويه فراخ. الفراخ رخيصه دلوقتي. طلعت منها البانيه والشاورما وقسمتها وانتهى في الفريزر علشان استخدمها ايه وجبات. فطلعت منها الرجول، نضفها لي وقص لي ضوافرها كده، هي بتتقص ضوافرها وبتتنضف، هي نظيفه خالص، هي ما فيهاش اي حاجه. وانا نقعها في خل وعصر عليها ليمون، سايباها حوالي نص ساعه كده علشان لو ايه لو ريحه اي زفاره فيها ما تظهرش. كده بقى هنعملها بطريقه جميله خالص هتعجبكم، لو كلتوها بالطريقه دي هتعجبكم. ويا ريت يا ريت يا ريت تهتموا بيها، لانها فعلا قيمتها الغذائيه عاليه جدا جدا. ومحدش يقول بقى يا وايه القرف ده وبتاكليه ازاي وما اعرفش ايه، لا يا حبايبي افتحوا جوجل كده او يوتيوب واقراوا واعرفوا عنها وايه فوائدها، هتلاقوها فوائدها كتيره جدا. هتلاقوا نفسكم يعني تزعلوا انتوا ازاي كنتوا بترموها الفتره دي كلها. هعملها لكم ازاي بقى حبايبي؟ انا جبت هنا اهون، دي بصلايه قطعتها جوانح، وطماطمايه خرطتها حتت صغيره، وفلفلايه، وعليهم ليمون، هنعصر عليهم ليمون. طلعت البذر بتاعها ونعصره علشان لو ايه لو فيه كمان ريحه زفاره ولا حاجه تطلع منها. وهنحط عليها التوابل، توابل هي مش بتحتاج توابل كتيره، ملح وفلفل وبهارات وورق لورا. هنقلبه كله ببعضيه كده ونروح على النار نشوف هنعمله ازاي. جينا هنا اهون على النار حبايبي، وجبنا حله حطيناها ولعنا عليها، وجبنا الخليط اللي احنا عملناه كله، قلبناه كله في بعضيه، وهنحط منه جزء كده في الحله. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب الرجول كده نحطها. بسم الله الرحمن الرحيم. مادة الكولاجين اللي فيها مادة قيمتها الغذائية عالية جدا جدا جدا، وبتفيد البشرة، احنا كنا غفلانين عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. كده خلاص، كده على نار هادية بقى خالص تستوي وتاخد ايه وتدي مع بعضها لحد ما تستوي. هتستوي بعرق، مش هتضيف لها اي حاجة، تهدي النار وتسيبيها. سواء هي مش بتستحمل سوا ولا بتاخد وقت خالص. نغطيها بقى وارجع لكم بعد ما تستوي نشوف شكلها ايه. وهي يا حبايبي بعد ما دخلت في السوا، وانا ما حطيتش عليها ميه وما حطيتلهاش اي اضافات خالص، هي بتستوي في بعرقها كده. حبيت اوريها لكم قبل ما افضيها في الطبق. ده الصوص بتاعها بينزل اهو، مفيش اي اضافات حطيتها غير التوابل والبصل والفلفل اللي انا حطيته في الاول. فهحطها لكم في طبق كده وتشوفوا شكلها.
ودي حبايبي شكلها النهائي بعد ما استوت اهي، ريحتها تحفه. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم، اوعوا ترموها تاني. وانت يا اللي بتقولي يا تعالي كده اعملي سيرش عنها، وانت هتندمي انك انت سبتيها طول الفتره دي ورميتيها، ما ترميهاش تاني. وانت بتشتري الفراخ خلي بتاع الفراخ ينضفها لك، ولو عنده كمان خدي منه واعمليها لاولادك هيحبوها، وانت المستفيده، انت واولادك المستفيدين. حاجات كلها قيمتها الغذائيه عاليه، وحاجات كلها فيتامينات. اوعي تسيبيها تاني، ولو جربتيها بالطريقه دي مش هتبطلي تاكليها. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه لو الوصفه عجبتكم. ولو قلت يا برضك خشي جوجل وابحثي، خشي اعملي سيرش، هتعرفي انك انت غلطانه. يلا حبايبي مع سلامه الله، اشوفكم بقى في فيديوهات تانية ان شاء الله، اعمل لكم حاجات وصفات كتيره تعجبكم ان شاء الله. يلا مع سلامه الله.